بسم الله الرحمن الرحيم، طلابي الأعزاء، بهالمقطع بإذن تعالى رح نكمل مع بعض بحث شبه المنحرف اللي هو ياموك، ورح ننتقل لدراسة الحالات الخاصة من شبه المنحرف. أولى الحالات الخاصة هو شبه المنحرف متساوي الساقين إكيس كينار ياموك. شو فيه ميزة شبه المنحرف متساوي الساقين؟ فيه ميزة إنه أنا لو رسمت القطر الأول والقطر الآخر رح يطلع معي شكل متناظر تماما. كيف يعني؟ يعني طول هذا الجزء من القطر الأول بقد طول هذا الجزء، والجزء العلوي هون قد هذا الجزء. رح يكون عندي المثلث هذا اللي هون يطابق تماما المثلث هذا. أيضا هذا القطر الأيمن زاويته مع القاعدة هون ألفا، القطر الأيسر زاويته مع القاعدة أيضا ألفا. هلأ القطر الأيمن هاد الآج زاويته مع الساق الأيمن هي بيتا، هون القطر الأيسر زاويته مع الساق أيضا بيتا. طبعا الساقين ما بنسى أنه هدول متساويين، اسمهم إكيس كنار يموك. لاحظوا شباب، هون عندي عم بيقول لي عندي إكيس كنار يموك، عم بيطلب قياس الزاوية ألف. طيب أنا لو أخذت قاعدة زي كورال راح أكتشف إنه هون في عندي أيضا ألفا. طيب أ ب د، انتبه هذا المثلث متساوي ساقين، معناتها هون عندي ألفا. طيب بسبب إنه هو قال لي إنه عندي إكيس كنار يموك، معناها هي الزاوية كاملة بتساوي الزاوية كاملة هون، يعني هون 2 ألفا. طيب ب د ج، انتبه هو مثلث متساوي الساقين، معناها هون أيضا عندي 2 ألفا. صار بإمكاني أقول أنه ضمن هذا المثلث عندي هدول الزوايا مجموعهم 180. إذا الخمسة ألفا هي 180، معناها الألفا 36 درجة. لاحظ هون عندي إكيس كنار يموك. طيب هاي الزاوية لو سميتها ألفا هون ألفا. هلا هو بما انه اكيس كنار معناها كامل هي الزاوية بتساوي كامل هي الزاوية هون، اذا هون 2 الفا. طب انتبه في المثلث القائم صار عندك الفا و2 الفا، هدول مجموعهم 90، فلا شك انه الالفا هي 30، وهون عندي هي الزاوية 60. هلا مقابل الزاوية 30 4، اذا مقابل ال 60 4 بجذر ال 3. هو بده مني مساحة المثلث دي بي جي، هو جداء الضلعين القائمتين على 2، يعني 4 مضروب ب4 بجذر 3 على 2، يعني 8 جذر 3. المثال التالي عم بيطلب المساحة. أنا عندي قلنا هذا إكيس كنار يموك، بيكون القطرين فيه هذا الجزء قد هذا الجزء، وهون قد هون. طب هذا مثلث متساوي ساقين 120، يعني هون 30 ب30. هلا صار عندي ما دام هذا 10 بجذر 3، اذا هون 10 ب10، ايضا هون كمان زاوية 30 ب30، وهون عندي 120 بالتقابل بالراس. 2 جذر 3 معناها هون 2 وهون 2. هلا انا بفضل احل السؤال بطريقة كتير سهلة، هو انه هذا القطر كاملا اصبح طوله 12، والقطر الاخر هون اصبح طوله 12. تتذكروا في بحث الأشكال الرباعية، تتذكروا في بحث الأشكال الرباعية كنا نقول المساحة هي نصف القطر الأول طوله 12 بالقطر الثاني أيضا 12 مضروب بساين الزاوية المحصورة بين القطرين. ساين 120 مثل ساين 60، هو جذر 3 على 2. طيب الاثنين بالأسفل مع الاثنين بالأسفل هدول 4، مع ال 12 بيبقى 3، 3 ب 12 36، إذا 36 بجذر ال 3. القاعدة التالية في الإكيس كنار يموك في شبه المنحرف متساوي الساقين شو بتقول؟ إنه من القاعدة الوسطى من أطرافه لو أنشأت عمود وأنشأت عمود يكفي أن أعلم إنه الجزء على اليسار بيأدي الجزء على اليمين. طبعا لا تحفظ لي رموز، فقط احفظ لي إنه هدول المثلثين رح يكونوا طبقين، يعني الجزء الأيمن مثل الجزء الأيسر. لاحظوا هون لو أنشأت عمود من A، مثل ما حكينا هذا الجزء اللي هون رح يكون قد الجزء اللي هون،
طيب الخمسة بالوسط هون خمسة. تسعة القاعدة الكبرى شيل منها خمسة تبقى أربعة، يعني اتنين هون واتنين هون، فإذا الإكس بيطلع اتنين. أيضا بهذا المثال أنشأت عمود بالشكل التالي، بالوسط خمسة إذا هون خمسة، 29 راح خمسة تبقى 24، يعني 12 هون ب12 هون. هلا حصلت على مثلث شهير، خمسة 12 معناها الإكس بيطلع 13. لاحظ عندي إكس كنار يمك. طيب لو أنشأت عمود من هون وعمود من هون، في الوسط راح يتبقى عندي خمسة. هلا عندي 13 شيل منها خمسة ضل 8، معناها أربعة بهذا الجزء وأربعة بهذا الجزء، فأصبح هاي النقطة M. من عند M إلى عند J المسافة هون صارت 9. هلأ مشان ما تتعجق الرسمة راح أمسح هون شوي. أنا مطلوب مني حساب الـ X، انتبه على الضلع X وين موجود؟ موجود ضمن مثلث قائم وبداخله مرسوم ارتفاع. طيب فيني أطبق علاقة أوكليد، راح أخذ علاقة أوكليد الثاني اللي بتقول مربع طول الضلع إكس للتربيع يساوي الجزء الأول بالكلي، الجزء الأول طوله 9 بالكلي كاملا طوله 13، معناها الإكس بيطلع 3 بجذر ال 13. في عندي هالقاعدة شو بتقول؟ إنه إذا عندي إكس كنار يمك لحساب مساحته قال يكفي أن آخذ الارتفاع وبضرب هذا الارتفاع بما تبقى عندي من القاعدة الكبرى، يعني باخذ لعند الطرف، طبعا مو القريب، بروح عند الطرف البعيد. جداء الارتفاع بهذا الجزء بيعطيني مساحة شبه المنحرف. طيب ليش؟ لو أنا أكملت رسم مستطيل بالشكل التالي، لاحظوا شو صار عندي؟ صار عندي مساحة هذا المستطيل تكافئ مساحة شبه المنحرف متساوي الساقين. ليش؟ أنا بكون أهملت هون هذا المثلث، شايفينه؟ أنا نسيته كبيته، لكن عوضت بداله مثلث يطابقه تماما. إذا معناها فعلا H مضروب ب A بيعطيني المساحة. لاحظوا بهذا المثال 8 ب7 بيعطيني 56، إذا مساحته مباشرة. بالمثال التالي 9 ضرب 16 يعني 144 مساحة شبه المنحرف كاملة. بالمثال التالي لو أنا أنشأت عمود من A، هون عندي 6 وقلنا هذا الجزء مثل هذا الجزء، يعني هون 3. طيب 3 5 طلع هذا 4، إذا بيكفي لحساب المساحة آخذ الأربعة أضربه بهذا الجزء يلي هو 9. 4 ضرب 9 إذا المساحة كاملة 36. هلأ آخر خاصية في شبه المنحرف متساوي الساقين شو بتقول؟ إذا كان عندي شبه منحرف متساوي الساقين، انتبه هون شو عم بيقول لك، هو متساوي الساقين. وأيضا إذا تعامد قطران، طلع هذا القطر الأول يعامد القطر الآخر. طيب شو رح يصير بهالحالة؟ طلع لو أنا أنشأت من هون من النقطة F أخذت عمود بالشكل التالي. هلا نحن سابقا حكينا قلنا لأنه هو إكيس كنار يموك راح يكون هذا الجزء مثل هذا الجزء، فهذا عمود مرسوم ضمن مثلث متساوي الساقين أكيد راح ينزل في الوسط، راح يكون هون عندي مثل هون، يعني هون ب على 2 وهون ب على 2، وبما أنه نازل من زاوية قائمة راح يعمل لي ثلاثية رائعة محتشم إجله، راح يكون طوله ب على 2. بنفس الأسلوب لو أنا بالأعلى أخذت أيضا عمود كمان ده يشكل ثلاثي رائع، راح يطلع طوله A على 2. طيب صار A على 2 و B على 2، صار طوله A زائد B على 2. طيب A زائد B على 2 شو بيذكرني هذا؟ كنا نقول عنه هو الأورتا طبان. معناها إذا أنا بشكل نهائي شو بقول؟ إذا كان عندي شبه منحرف متساوي ساقين، هي أول شيء. تاني شغلة إذا تعامد قطراه، الموضوع الثاني، يعني عندي خاصية أولى اللي هو متساوي الساقين، والخاصية الثانية
تعامدا فطراه، شو بيصير؟ بيطلع عموده، شايفين هذا العمود؟ طوله بقد الأورتطابان تبعه، ونحن قلنا بزمان المساحة هي العمود ضرب الأورتطابان. طيب أنا قلت العمود طلع هو A زائد B على 2، يعني المساحة يكفي أن أقول هي A زائد B على 2، لأنه هدول قد بعض، A زائد B على 2 للتربيع، أو طول العمود للتربيع. لاحظوا شباب بهذا المثال إكيز كناريا موك، شبه منحدث متساوي ساقين، وأيضا تعامد قطراه، معناها صار طول العمود له مثل الأورتطابان، يعني 4 زائد 8 على 2 يعني 6. يعني تخيل هذا عموده 6 والأورتطابان له 6، فمساحته 6 ضرب 6 يعني 36. لاحظ بهذا المثال عندي إكيز كناريا موك، شبه منحرف متساوي ساقين، ولاحظ القطرين تعامدوا. طبعا بيقول لك A 4، عم بيقول لي عموده طوله 4، وأنا بعرف الأورتطابان لازم يطلع مثل العمود بهالحالة 4، فمساحته 4 ب 4 16. هون عندي إكيز كناريا موك وتعامد قطراه. طيب نحن قلنا هذا الجزء مثل هذا الجزء، هون واحد والاثنين هون في مثل كمان هون اثنين، أصبح القطر الأول طوله 3 والقطر الثاني طوله 3. أسهل شيء لحساب المساحة ما أعتمد على الخاصية اللي أخذتها، رح أعتمد على خاصية الأشكال الرباعية يلي بتقول المساحة هي نص القطر الأول 3 بالقطر الثاني 3 مضروب بساين الزاوية المحصورة بينهما يعني 1، فصارت المساحة 9 على 2. في عندي حالة خاصة من شبه المنحرف، هو لما بيكون عندي ديكيامو، يعني احنا تعودنا انه شبه المنحرف له ضلعين مائلين بالشكل التالي، ضلع مائل على اليمين وضلع مائل على اليسار. طب هلا لو واحد من هدول الضلعين صار قائم، يعني هذا اللي على اليسار لو صار قائم بهذا الشكل راح يتحول اسمه الى ديكياموك بالشكل التالي. طيب شو له خواص هذا الديكياموك؟ ما في له شيء خواص، فقط انه انت اذا نزلت هون عمود من ب راح يطلع عندك هذا الشكل هون مستطيل، وعلى اليمين هون عندك راح يكون مثلث قائم فيك تطبق بداخله فيثاغورس. لاحظوا هون في عندي ديكياموك، راح انزل من ب عمود بالشكل التالي 4، تبقى هون 4، الطول الكلي لدي جي 5 تبقى عندي 1، وال4 جذر 3 كمان هون 4 بجذر 3. صار بامكاني احسب اكس من خلال هذا المثلث، صار اكس للتربيع يساوي مربع ال4 جذر 3 48 زائد مربع ال1 1 يعني 49، فالاكس بيطلع 7. أيضا هون عندي ديكياموك، راح أنشئ عمود بالشكل التالي 60 90، إذا هون عندي 30 مقابل 30 نصف طول الوتر، يعني عندي 8 نصفة 4، وعندي هون نشأ مستطيل أيضا هون 4، فصار دي جي يلي هو إكس يساوي 8. بهذا المثال عندي ديكياموك، لاحظ هون بسبب قاعدة الحرف زد زي كرة، إذا هاي الزاوية مثل الزاوية اللي بالأعلى، إذا صار بي اي جي متساوي الساقين يعني أيضا هون 10. هلا لحساب الإكس رح أنزل عمود بالشكل التالي، نشأ عندي مستطيل الطول 7 معناتها هون 7. طيب أنا عندي في 2 تبقى عندي 5، طول اي جي كاملا 10، اذا هون ايضا 5. طيب شو صار عندي؟ انتبه لي، انا موجود في مثلث بي ام جي فيه هذا الضلع نص طول الوتر، معناها زاويتي هون 30 وهون عندي 60، معناتها 5 10 5 بجذر ال 3، فاذا الاكس بيطلع 5 بجذر ال 3. أيضا مثل ما درسنا في الإكيز كناريا موك، كان عندي بوقتها قلنا حالة خاصة مزدوجة إنه شبه منحرف متساوي ساقين تعامد قطراه. هون أيضا في حال كان عندي ديكيا موك، هي حالة خاصة أولى، وحالة خاصة ثانية إذا تعامد قطراه شو بصير عندك هون؟ بصير عندك بالشكل التالي إنه مربع طول الارتفاع
يساوي جذاع القاعدتين الصغيرة بالكبيرة. طبعا إثباتها بسيط، ما بيتطلب كثير. معلش راح أثبتها. لاحظ هون أنا عندي ديكيموك، ديكيموك وتعامد قطراه. طيب لو أنا رحت أخذت من هاي النقطة اللي هون أنشأت موازي للقطر هذا، لاحظ أنا هون أنا أنشأت موازي بالشكل التالي، أخذته بحيث هذا يوازي هذا. طيب أنت عندك هون في زاوية قائمة، إذن صار هون عندي زاوية قائمة. رح أمد الضلع ب حتى ألتقي معه بالشكل التالي. طبعا هذا هون شو هذا؟ هذا الارتفاع، هذا اسمه H. لاحظ شو صار عندي، هاي النقطة M، هاي A، هاي B، هاي J. حصلت على A B M، A B M، أو عفوا مو M، سميها K، A B K M. هذا صار متوازي أضلاع، فإذا هون أيضا عندي الضلع A. صار عندك هون، نشأ عندك مثلث قائم، شايفينه؟ هذا مثلث قائم وبداخله مرسوم عمود، فيني أطبق علاقة أوكليد. علاقة أوكليد الأولى بتقول مربع طول العمود يساوي الجزء الأول بالثاني، يعني A ضرب B. طبعا هذا الإثبات بسيط. إذا برجع بأكد، ما بنستعمل هالخاصية إلا في حال شبه منحرف قائم وتعامد قطراه، بده يكون القطر الأول والثاني بيناتهم زاوية قائمة. لاحظ هذا شبه منحرف قائم وأيضا تعامد قطراه، إذا H للتربيع يساوي قاعدة الصغيرة ضرب الكبيرة 4 × 9 يعني 36، معناها ال H طلع 6، إذا عموده 6. فإذا صارت المساحة تساوي القاعدة الصغرى زائد الكبرى على 2 ضرب الارتفاع اللي هو 6. طيب 6 مع الاثنين اعطاني 3، 3 ب 13 39، اذا هذا مساحته 39. بهذا المثال لو انتبهت الى المثلث A B D، شايفين هذا المثلث هو مثلث قائم وايضا بداخله مرسوم ارتفاع، اذا بامكاني اطبق علاقات اوكليد. علاقات أوكليد بتقول الأولى بتقول مربع طول العمود يساوي الجزء الأول بالثاني، يعني 16 يساوي 2 ضرب 8، إذا عرفت إنه هون عندي 8. طيب بكمل حل المسألة بالشكل التالي، انتبه هون أصبح عندي، لاحظ في كليبك، شو نسبة هذا الكليبك؟ نسبتها 1 إلى 4، يعني الاثنين تحت 4 أضعاف، فالأربعة راح يكون تحت 16. أو إذا ما بدك كليبك بإمكانك تقول لا أنا راح أشتغل كمان أوكليد، طلع على هذا المثلث القائم شايفينه وبداخله ارتفاع، فمربع طول الارتفاع يعني 64 يساوي جذاع 4 ضرب، إذا 4 ضرب AJ يعني لازم يطلع 16. إذا سواء بأوكليد أو بتشابه لازم يطلع معي لنا 16. هلا لحساب المساحة، أنا صار عندي شبه منحرف قائم تعامد قطراه، إما إني بلجأ للقاعدة اللي أخذتها، أو أنا بفضل دوما لما عندك القطر الأول معلوم والقطر الثاني معلوم إلجأ لبحث الأشكال الرباعية، يلي بتقلي انه المساحة هي نصف طول القطر الاول 20 بالقطر الثاني 10 بساين الزاوية بيناتهم 1. هلأ العشرين مع الاثنين اعطتني 10 × 10 × 10، اذا الجواب 100. لاحظ بهذا المثال انا عندي شبه منحرف قائم ديكيامك وتعامد قطراه، معناتها ال H، خليني احسبه، H للتربيع يساوي 2 ضرب 4، معناها ال H بيطلع 2 بجذر ال 2. عرفت انه الارتفاع 2 بجذر ال 2. انشأت من ب عمود، هذا انا بعرف طوله 2 بجذر 2 مثل ال H. عندك من A الى ب 2، اذا هون 2
طول دي جي 4 تبقى عندي 2. صار بإمكاني حساب الإكس من خلال هذا المثلث. مربع هذا 8 ومربع هذا 4، 8 و4 12، معناته الإكس بيطلع جذر ال 12، يعني الإكس بيطلع 2 بجذر ال 3. بهيك شباب بيكون وصلنا لنهاية هذا المقطع، بتمنى تكونوا استفدتوا. شكرا كتير لإصغائكم.